لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو مواسم العمر. نريد من خلال هذا الحديث التنبيه على قيمة العمر، وعلى أن العمر وإن تعددت مواسمه ومراحله إلا أنه قصير، وأنه ينبغي على كل عاقل فضلا عن المؤمن أن يغتنم هذه الأيام القصيرة للأيام الطويلة بعد ذلك. وعمر الإنسان مراحل كما أشرنا، ومواسم، وهذه المواسم مواسم خمسة. أما الموسم الأول من مواسم الإنسان أو مواسم عمر الإنسان، فهو موسم الطفولة والصبا. وأما الموسم الثاني فهو موسم الشباب. وأما الموسم الثالث فهو موسم الكهولة. وأما الموسم الرابع من مراحل عمر الإنسان فهو موسم الشيخوخة. وأما الموسم الخامس والأخير وهو موسم الهرمية. ولكن قبل أن نشرع في بيان هذه المواسم وأهمية اغتنامها، لابد أن نتكلم في كلمة موجزة عن أهمية العمر في الجملة، ثم نشرع في بيان ذلك تفصيلا من خلال هذه المراحل. أما العمر فعمرك كنزك، فعمرك هو كنزك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت عندك من نعم الله عز وجل الكثير، ولكن أعظم نعم الله عليك نعمة العمر ونعمة الصحة. وأكثر الناس لا يعرفون قيمة ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عمرك سلعتك الغالية التي بها تنجو في الآخرة إن اغتنمت هذا العمر في طاعة الله عز وجل، وبه كذلك تهلك في الآخرة إن أنت لم تغتنم هذا العمر في طاعة الله عز وجل. ولتعلم قيمة عمرك، تأمل في قيمة عمرك باعتبارات ثلاثة، وهو اعتبار الحياة، واعتبار حالك عند الموت، واعتبار
حالك بعد موتك وأنت في قبرك. فأما الحال الأول فيبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل في شأن الرجل قاتل 100 نفس. فهذا الرجل الذي قتل 100 نفس كلنا نعلم قصته، ما كان الفيصل في نجاة هذا الرجل؟ إنها لحظات، وهي اللحظات التي دخل بها هذا الرجل من أرض المعصية إلى أرض التوبة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمر الله الأرض فتحركت شبرا، فكان في أرض التوبة. أي أن هذا الرجل قد كان في عمره أمرا فارقا هو الذي نجا به، وهي الثواني التي دخل بها من أرض المعصية إلى أرض التوبة. انظر إلى هذه الثواني وقيمتها في عمر الإنسان، وباعتبار حالك عند الموت، فإن كل إنسان مهما كان صالحا إذا جاءه ملك الموت تمنى أن يعود إلى الدنيا لشيء واحد، ليكون له في الدنيا زمن وعمر زائد يعبد الله فيه. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وباعتبار ما بعد موتك وأنت في قبرك يظهر كذلك أو تظهر كذلك أهمية عمرك. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ببعض القبور، فأشار إلى قبر معين وقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يركعهما ويزيدهما هذا في عمله خير له من بقية دنياكم. ركعتين. أي إنسان في القبر يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليصلي ركعتين؟ كم تستغرق الركعتين؟ إنها لا تستغرق دقائق قليلة، وهذا يدلك على قيمة العمر. بل والله نضيف اعتبارا رابعا وهو الآخرة، فأنت في الآخرة ستعرف قيمة عمرك. أيامك التي كانت في الدنيا هي كنزك، وهذا يظهر عند المكافأة. فالله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا يبين لك قيمة العمر. وأما مواسم العمر كما أشرنا إلى ذلك فهي 5، والموسم الأول كما أشرنا هو موسم الطفولة والصبا. هذا أول موسم في عمرك، واعلم أن هذه المواسم 5 التي أشرنا إليها قل ما يصل إليها واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلما يصل المراحل 5 واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمة يموت قبل إدراك هذه المراحل 5. من منا الذي يدرك مرحلة الهرمية إلا القليل، وهذا سيظهر من خلال التفصيل. فأما مرحلة الطفولة والصبا فهي التي تبدأ من يوم ولادتك إلى يوم بلوغك، وهذه المرحلة أنت فيها لا حرج عليك، أنت فيها لا تحاسب. لماذا؟ لأنك في هذه المرحلة مرفوع عنك القلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبي حتى يبلغ. فأنت من يوم ولادتك إلى يوم بلوغك أنت في عافية من الحساب، ولذلك هذه المرحلة كلها تقع المسؤولية فيها على الوالدين، تقع مسؤولية مرحلة عمرك الأولى على الوالدين بالمقام الأول. فالأبوان مسؤولان عنك في هذه المرحلة، وهما اللذان سيحاسبان يوم القيامة عليك في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنها مرحلة إعداد وتكوين، وعليهما أن يقوما بإعدادك وتكوينك كما أمر الله سبحانه وتعالى.
وهذه المرحلة من رحمة الله بالأبوين أن سهل أمر التعلم فيها، أن سهل أمر التعلم فيها، فإن الصغير يقبل التعليم ويقبل كل ما يقال له وكل ما يغرس فيه في هذه المرحلة، لا يعصيك أبدا. لماذا؟ لأنه في عمر يقبل كل شيء، وكما يقولون التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ولذلك الأبوان لا يجدان عناء في تربية الولد إيمانيا، وإن وجد عناء في تربيته بدنيا، ربما السعي في المآكل والمشارب لأجل الأولاد يستغرق مجهودا كبيرا، لكن السعي في تربية الأولاد إيمانيا لا سيما في عمر ما قبل البلوغ لا يستغرق كثيرا. لماذا؟ لأن الولد قبل هذا العمر يقبل التوجيه، لأنه يشبه غصن الشجرة. أما بعدما ينتهي هذا العمر ويدخل في مرحلة الشباب يصير كالجذع، يصعب عليك أن تقومه. ولذلك الولد في هذا السن من مسؤولية الأبوين، وهو في هذا السن كالغصن يميل معك حيث شئت. إن ربيته على المساجد تربى، إن ربيته على غيرها تربى. وصدق الشاعر الذي يقول: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. أنا من الممكن آخذ الغصن أسير به في أي مكان، أجر بحبل وأوديه زي ما أنا عاوز. أما إذا صار الغصن خشبا يصعب بعد ذلك. ولذلك هذه المرحلة المسؤولية الكبرى فيها على الوالدين، والمسؤولية تكون على نوعين، أي مسؤولية تكوين الولد تكوينا جسميا وتكوينا إيمانيا. ولكن للأسف أكثر الناس لا ينشغل بالتكوين الإيماني والإعداد الإيماني للأولاد، إنما ينشغل بماذا؟ بالإعداد الجسدي المادي. وأكثر الناس يقول لك: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. ماذا يعني بمستقبل الأولاد؟ يعني به الجانب المادي. وأكثر الناس يخاف على الأولاد من جهة التكوين البدني، يخاف على بدن الأطفال والأولاد، ويسعى بكل ما يقدر على ألا يصيب بدن الولد شيء يضره، وهذا خير. لكن أكثر الخلق يغفلون وربما يتناسون وربما بعضهم يتعمدون والعياذ بالله إهمال الجانب الآخر، وهو تأمين مستقبل الولد الإيماني. وهو في ذات الوقت لو سألتهم: أتحب أن ترى ولدك هذا أصابته أو أصابه شيء من ألم الدنيا؟ يقول: لا، أنا أنفق كل ما عندي. بل لو أصاب ولده شيء من أمر الدنيا وقالوا له: تبيع مالك كله وتبيع كل ما عندك، يقول: أفعل، هذا ولدي. وإذا قيل له: ماذا لو أن ولدك هذا سيصاب في الآخرة بأعظم الإصابة؟ إنها النار والعياذ بالله. إن هذا الولد إذا كبر على ما أنت عليه الآن معه سيكون في النار وأنت ربما معه. تراه لا ينشغل. لماذا؟ لأنه مشغول بمستقبل الأولاد الدنيوي، يريد أن يؤمن مستقبلهم الدنيوي فقط. وأما المستقبل الأخروي، كثير من الآباء ربما يدخل بيته لا يسأل ولده: صليت؟ فعلت كذا من الدين؟ لا، بل كثير منهم عنده حجة باطلة، يقول لك: ده لسه صغير، سيبه يعمل اللي هو عايزه ونحو ذلك. ولذلك أعلم أن تأمينك لمستقبل أولادك يكون بالدرجة الأولى تأمين المستقبل الأخروي، وأنت إذا حفظته في الآخرة حفظه الله لك في الدنيا، وحفظك في الآخرة وحفظه لك كذلك. ولذلك هذا العمر مسؤوليته كلها تقع على الوالدين. وتأمل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ماذا؟
نارا وقودها الناس والحجارة. ما قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم الجوع والعطش والألم الطبي وكذا، إنما قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم، عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك هذا العمر أو هذه المرحلة أو هذا الموسم من عمرك المسؤولية تقع فيه على الوالدين بالدرجة الأولى، لأنك في هذه المرحلة في عمر الطفولة وعمر الصغر. ولذلك احذر أيها الوالد أن تسلم ولدك لجهات غير أمينة، كما يقع في ذلك كثير من الناس يسلم أولاده لجهات غير أمينة. ستسأل عن ذلك، كالذي يسلم أولاده للإعلام الفاسد ولوسائل الإعلام الفاسدة، فضلا عن أن يسلم أولاده لأسباب فاسدة، فإنك ستسأل عن ذلك. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، فأنت ستسأل يوم القيامة. ولذلك هذه المرحلة مرحلة مهمة في عمر الإنسان، لكن المسؤولية في ذلك تقع على الوالدين. أي نعم، بعمل الوالدين يستقيم أو يعود عمل الولد بعد ذلك. ولذلك عباد الله اعلموا أن الولد نعمة من الله عز وجل، وفي ذات الوقت امتحان، فالله يمتحن الناس بأولادهم. وجعل الله عز وجل من فتنة الإنسان فتنة الولد، ولذلك ولدك هذا تمتحن به بألوان كثيرة من أنواع الامتحان، ومنها أنك قد ترزق ولدا نبيها، وقد تبتلى بولد أحمق، وقد ترزق بولد طائع، وقد تبتلى بولد عاص، وعليك في الحالين أن تعمل بطاعة الله عز وجل. فإذا كان الولد نبيلا نبيها نجيبا فاحمد الله واعمل على زيادة ذلك وشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وإن كان الولد أحمقا أو كان عاصيا فاصبر، فهذا ابتلاء من الله عز وجل، ابتلي به ربما من هو أفضل مني ومنك. ألم يكن ولد نبي الله نوح كافرا؟ ولذلك عليك أن تصبر على هذا الولد. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولذلك أنت لا تتعجل الولد النبي المطيع، لا بل قد يكون ذلك بسبب ذنوبك أنت، ابتلاك الله بولدك لتصبر ولتعمل فيصلح الله عز وجل لك ولدك. وأما المرحلة الثانية أو الموسم الثاني من مواسم عمر الإنسان فهو كما أشرنا موسم الشباب، وهذا الموسم يبدأ من عمر البلوغ وينتهي في 35 أو 40 على قول بعض أهل العلم، أن الشباب يكون في هذه المدة من عمر الإنسان. ولذلك هذه المرحلة مرحلة الشباب هي أخطر مراحل عمر الإنسان، وهذا يظهر من جوانب كثيرة ننبه عليها، ومن أعظمها طول مدة هذا الموسم. إن أطول موسم في عمر الإنسان هو موسم الشباب، وأنت ستلاحظ ذلك. فموسم الشباب يستمر مع الإنسان فوق العشرين من الأعوام، ولذلك هذه أكبر مدة في عمر الإنسان. ثم من عوامل أهمية هذا الموسم أنه موسم القوة، موسم العطاء، موسم الجرأة والخطورة، موسم غيظ الأعداء وغير ذلك. فالشباب قوة، الشباب عطاء، الشباب جرأة، الشباب غيظ للأعداء. الأمة التي تملك قوة من الشباب يخافها أعداؤها، ولذلك يسعى الأعداء دائما إلى إفساد شبابها. ولذلك أخطر مرحلة في عمر الإنسان هي مرحلة الشباب،
وهي كما ذكرنا التي تبدأ من عمر البلوغ إلى ما يقرب 40. وأول ما يدل على خطورتها من الناحية الشرعية أنها معها يبدأ التكليف. كنت قبلها في عافية من الحساب، أما مع بداية مرحلة الشباب والبلوغ بدأ القلم يكتب وبدأ عليك قلم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. إذن أنت الآن أيها الشاب قد بدأ قلم الحساب عليك، كل صغيرة وكبيرة سيكتبها الله عليك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا من أخطر ما يدل على خطورة هذه المرحلة، بداية التكليف. ثم كذلك هي مرحلة القوة، هي أقوى مراحل عمر الإنسان التي بها يستطيع أن يفعل ما لا يفعله في المراحل الأخرى. الله عز وجل يبين لنا هذه المراحل، يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه مراحل عمر الإنسان في الجملة. الله الذي خلقكم من ضعف، الطفولة والصغر، ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذا عمر الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن عمر الإنسان فيه هذه المرحلة التي فيها القوة، والقوة تدل على القدرة، أي الإنسان عنده من القدرة على فعل أشياء لا يستطيع أن يفعلها في المراحل الأخرى. ولذلك الإنسان في عمر الشباب يستطيع أن يكثر من الصلاة، يكثر من الصيام، يكثر من القيام، يكثر من الجهاد، يكثر من الدعوة إلى الله، يكثر من كل ما فيه خيره في الدنيا والآخرة. أما قبل أو بعد فلا يقدر، ففي الطفولة لا يقدر، وما بعد الشباب يضعف. ولذلك الإنسان إذا ضيع هذه المرحلة في غير طاعة الله عز وجل ندم ندما كثيرا. أي نعم، إن الإنسان إذا ضيع مرحلة الشباب يندم بعدها ندما عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبابك قبل هرمك. يعني اغتنم مدة شبابك قبل مدة ضعفك. ولذلك الإنسان إذا لم يغتنم هذه المدة من عمره ندم ندما شديدا. ألم تسمع الشاعر وهو يتندم على عمر الشباب الذي ضاع في أبياته يقول فيها: ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل بي الشيب. أي نعم، إنه قد ضيع مدة الشباب، فإذا جاء الشيب أراد أن يفعل الصلاة من الليل مثلا لا يقدر، أراد أن يجاهد لا يقدر، أراد أن يكثر من الصيام لا يقدر، أراد أن يسعى في الدعوة إلى الله ويعمل للدين لا يقدر. ضعف بدنه وضعفت قدرته وقد ضيع عمره في شبابه، فيندم على ذلك ندما عظيما. ولأجل أهمية هذه المدة في عمر الإنسان جعل له من المكافأة في الآخرة ما ليس لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هو متميز يوم القيامة. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: شاب نشأ في عبادة الله. ولذلك أيها الشاب إياك أن تضيع هذه المدة في الانشغال بالدنيا ومباحاتها. أنا لا أقول ومعاصيها، لا أقول، إنما أقول ومباحاتها. كم من الأعمار والأوقات تضيع من كثير من الشباب في هذا الزمان أمام صفحات الفيسبوك والإنترنت وكذا ونحو ذلك. كم من الأعمار تضيع والتي ستندم عليها أنت يوما ما عندما تضعف ولا تقدر. ولذلك هذه المدة من أخطر مراحل عمر الإنسان، لأنه ينبغي عليه أن يغتنم هذه المرحلة التي فيها القوة وينتج،
لتنفعه في الآخرة. وكل شيء في الشباب قوي، وإذا مرت مدة الشباب ضعف. هذه سنة الله عز وجل، كل شيء في الكون في شبابه قوي، وأما بعد الشباب فيضعف. إنها سنة الله الكونية. انظر مثلا على سبيل المثال إلى الشمس، إلى الشجر وغير ذلك. فالشمس في أول النهار شباب قوية، أما في آخر النهار ضعيفة. الشجر في عمر الشباب يثمر وينتج، أما إذا شاخ الشجر لا يثمر، أو ينعدم، أو يضعف، أو نحو ذلك. ولذلك هذه المدة من عمرك أيها الإنسان هي أهم مراحل عمرك بالفعل. ومما يبين ذلك كذلك أنك ستسأل عن هذه المدة من عمرك يوم القيامة مرتين. انظر، إن الإنسان يسأل عن الأشياء كلها يوم القيامة مرة واحدة، أما مدة الشباب يسأل عنها مرتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وتأملوا، قال: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وما عمل فيه. تأمل الأسئلة الأربعة، فيهم سؤالان يتعلقان بالعمر. قال: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه. والعمر يدخل فيه مرحلة الشباب، ولا بد. إذن الإنسان يسأل مرة عن عمره كله جملة، ومنها مرحلة الشباب، ثم يسأل عن مرحلة الشباب مرة أخرى على استقلال مدة الشباب. عملت فيها إيه؟ وذلك لأنها مدة القوة والإعطاء والجرأة في ذات الوقت. فالشاب ربما إذا وجد في نفسه القوة اجترأ على معصية الله تعالى. ولذلك كانت مدة الشباب خطيرة في عمر الإنسان. ولذلك على كل شاب أن يغتنم هذه المدة التي هي أهم مدة في عمره، وإنه لو اغتنمها لكانت سببا لنجاته يوم القيامة وتميزه أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك فاحذر أيها الشاب من صحبة السوء، فإن من أعظم ما يضيع هذه المدة من عمر الإنسان هي صحبة السوء. فإن كثيرا من الشباب فيهم من الخير ما فيهم، لكن بسبب صحبة السوء ينجر إلى معصية الله عز وجل، فيأخذه صاحبه حيث يعصي الله عز وجل. والله عز وجل قد أمر سيد الناس أتقى الأتقياء ألا يصاحب إلا الصالحين، فكيف أنت؟ قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعجل أيها الشاب بالزواج ما استطعت، فإنه من أسباب حفظك في شبابك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فمرحلة الشباب من أخطر مراحل عمر الإنسان، فعلى الإنسان أن يغتنم هذه المرحلة في طاعة الله عز وجل. وأما الموسم الثالث وهو موسم الكهولة، والكهولة تبدأ من عمر الأربعين إلى عمر الخمسين كما قال العلماء. فالكهل هو من جاوز الخامسة والثلاثين، أو من جاوز الأربعين على بعض كلام بعض أهل العلم، إلى الخمسين من عمره. فهذا يوصف بالكهولة، وهو على خلاف ما يعتقد كثير من الناس خطأ أن الكهل أكبر من الشيخ. فالكهولة مرحلة تسبق الشيخوخ، والكهل
لا هو بالشيخ ولا هو بالشاب. فالكهل قد خرج من مرحلة الشباب وأقبل على الشيخوخة، ولذلك هو بين. فيا صاحب 40 إلى 50 أنت بين، لا أنت شاب ولا أنت كهل. وعلى ذلك فلا بد للإنسان أن يعتبر من ذلك. أنت تركت الشباب، فإياك أن تحاكي الشباب لا سيما في المعصية والعياذ بالله، وإلا فحاكي الشباب وشابه الشباب وتشبه بالشباب في طاعة الله عز وجل. كن وأنت في عمر 50 والـ70 والـ100 متشبها بالشباب في طاعة الله عز وجل، لكن احذر أن تتشبه بالشباب وقد جاوزت عمر الشباب في معصية الله عز وجل. وهذا يقع فيه كثير من الكهول، تراه قد جاوز 40 من عمره ولا يزال يحاكي الشباب ويتشبه بالشباب في معصية الله تعالى. ترى واحد لابس سلسلة وقد بدا الشيب في لحيته وفي رأسه، لابس سلسلة، لابس خاتم ذهب، مش عارف، لابس شورت وماشي في الشارع ونحو ذلك، وقد جاوز 40. وهذا لا نجيزه للشباب أصلا، لكن انظر إلى من جاوز 40 ولا يزال يتشبه به الشباب في معصية الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. المتشبع بما ليس فيه، يعني الذي يفعل شيئا هو ليس حقيقته، كالذي يلبس ثوبي زور، فإنه يوم القيامة يأتي يوم القيامة مفضوحا مرتين، يلبس ثوبي زور والعياذ بالله، لأنه مش شاب هو. أنت لست شابا، أنت الآن كهلا. ولذلك هذه المرحلة إن صح أن نسميها كذلك تسمية عصرية، فنقول هي مرحلة الإنذار المبكر. لماذا؟ لأنه ما أن يخرج الإنسان من عمر 40 أو 35 يبدأ الشيب يظهر في لحيته وفي رأسه ونحو ذلك، شعرات في لحيته، شعرات في رأسه أكثر. ولذلك أنت يا ابن 40 إلى 50 انظر في نفسك وسترى نذير الله عز وجل قد جاءك، نذير من الله عز وجل أنك مقبل على الآخرة. أنت بدأ الشيب يدب في هيئتك. ولذلك لو صح أن نقول هذه مرحلة إنذار مبكر، نعم، والله عز وجل قال في كتابه عن أهل النار والعياذ بالله: الذين فرطوا في أعمالهم ثم تندموا وهم في النار على هذا الفوات. يقول الله عز وجل عنهم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل. فيقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. مش كان عندكم الدنيا وعمر عشتوا فيها؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض المفسرين: النذير الشيب. فالله يقول لهم: ألم تكن عندكم الدنيا وطول العمر فيها؟ ألم يضرب الشيب في رؤوسكم ولحاكم لينذركم أنكم مقبلون على الله عز وجل، لكنكم لازلتم في غيكم؟ ولذلك فهذه المرحلة مرحلة الكهولة، احذر فيها أن تتشبه بالشباب في معصية الله عز وجل، واحذر كذلك أن تضيع هذه المرحلة فيما لا ينفع. ولذلك هذا الشيب الذي بدأ يدب في لحيتك أو في رأسك هذا نذير من الله لك. والشيب عباد الله إما حجة لك عند الله يوم القيامة، وإما حجة عليك. أي نعم، إذا كان هذا الشيب في طاعة الله فهو حجة لك، وإذا كان في معصية الله فهو حجة عليك. أما المعصية فسبقت الآية،
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وأما أن يكون الشيب لك حجة عند الله يوم القيامة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. ولذلك إياك أن تزيل الشيب بالسواد، لأن هذا نور لك عند الله يوم القيامة، وإن أبيح لك غير السواد. ولذلك هذا الشيب تستطيع أنت أن تجعله حجة لك عند الله يوم القيامة بأن تقف بين يديه وتقول: يا رب، قد ضرب الشباب في رأسي، قد ضرب الشيب في رأسي، وأنا على طاعتك. فيقال لك: هذا نور لك عند الله يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لنا ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الموسم الرابع من مواسم عمر الإنسان كما أشرنا، فهو موسم الشيخوخة. وموسم الشيخوخة يبدأ كما قال العلماء من عمر 50 وينتهي عند عمر 70. والشيخوخة عباد الله كما هو ظاهر من اسمها الضعف، فكل شيخ ضعيف، هذا هو الأصل. وأنت أصبحت شيخا بعد 50، وكل ما قدم في الدنيا يقال له شيخ، كل شيء قديم في الدنيا يقال له شيخ. فأنت إذا صرت في 50 وصاعدا إلى 70 فأنت شيخ، والمقصود أنك قدمت في الدنيا، طال زمانك في هذه الدنيا. أنت منذ 50 سنة ويزيد أنت في هذه الدنيا، أنت تعمل في هذه الدنيا، صرت في الدنيا شيخا، صرت في الدنيا قديما في هذه الحياة الدنيا. وكلما طال عمرك إلى 70 فشيخوختك تزيد. الله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وهذه مرحلة الشيخوخة، والإنسان في هذه المرحلة تكون دواعي المعصية عنده ضعيفة، وذلك لأن أعضاءه ضعفت، ولذلك دواعي المعصية عنده ضعيفة. وعلى ذلك فإن ارتكاب الذنب في هذه المدة أقبح زمان لارتكاب الذنوب. إن الذنوب في هذا العمر أقبح وأشد من عمرك كله. لماذا؟ لأنك شيخ ضعيف، ليس عندك من الدواعي القوية التي تدفعك للمعصية، فلماذا تعصي الله؟ أنت ربما لا تقدر على القيام والقعود إلا بصعوبة، بدنك ضعف، شهواتك ضعفت، قد طال عمرك في الدنيا ونلت منها ما نلت، فلماذا تعصي الله عز وجل في هذا العمر؟ ولذلك كانت المعصية في هذا العمر أقبح من كل العمر. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيخ زان والعياذ بالله، هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لماذا؟ لأن دواعي فعل المعصية ضعيفة، كيف يفعل هذا وهو في هذا السن؟ ولذلك أيها الشيخ اعلم أن هذا العمر ربما لا يدركه غيرك،
ربما كثير من الناس لا يصل إلى هذا العمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فأنت إذا أدركت هذا العمر اعلم أنك قد اقتربت من القبر. أي نعم، كما يقولون رجلك والقبر. فأنت يا صاحب 60 أو قاربت 70 رجلك والقبر، فعلاما تعصي الله سبحانه وتعالى. ولذلك عليك أن تغتنم هذه المدة وأن تعمل على أن تلقى الله عز وجل بخاتمة حسنة. فأنت أنت في ختام عملك، في ختام عمرك، فاحرص على حسن الخاتمة واحذر من سوء الخاتمة، واحذر كذلك من تضييع ما تبقى من عمرك من ساعات أو أيام أو نحوها فيما لا ينفع. وإلا كثير من الناس من الغفلة بمكان، فإنه إذا بلغ مثل هذا العمر دبت الغفلة في قلبه والعياذ بالله، ترى يضيع بقية عمره الباقية. أين يضيعها؟ على المقهى. يقول قهوة المعاشات، أنا رايح أقعد مع المعاشات. انظر ماذا لو بعثت يوم القيامة من على المقهى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. ماذا لو مت أنت على القهوة؟ هتبعث يوم القيامة من على القهوة؟ أو بعضهم ربما لا تتماشى معه المقاهي، مش الجو بتاعه، لكنه من أرباب متابعة الإعلام وجهاز الريموت كنترول والتحكم الآلي، ويجلس في بيته يقلب القنوات ما بين الفيلم والمسلسل والتحليل السياسي وكذا ونحو ذلك. ماذا لو بعثت يوم القيامة من أمام الفيلم أو المسلسل أو التحليل السياسي الباطل أو نحو ذلك؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ كنت بضيع آخر لحظات عمري في هذا، فضلا عن مجالس الغيبة والنميمة والسيجة والمش عارف إيه ونحو ذلك، التي يضيع كثير من الشيوخ أعمارهم وخاتمة حياتهم فيها والعياذ بالله. أما العاقل فضلا عن المؤمن الناصح، فإنه يعلم أنه كلما زاد عمره لحظة كلما اقترب من لقاء الله، فعليه أن يستعد للقاء الله. ولذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم اليوم الحر الشديد، الحر الطويل، أيام الصيف معروفة طويلة، وهو شيخ كبير قد طعن في السن، فيقال له: إنك شيخ كبير وإنك تصوم في اليوم شديد الحر الطويل. فكان يقول رضي الله عنه: إني أعده ليوم أطول وحر أشد. ولذلك أيها الشيخ، احذر أن تضيع خاتمتك وأن تموت على خاتمة سيئة. وأما الموسم الأخير في عمر الإنسان كما أشرنا، هو موسم الهرمية، أي حال الهرم، أي أن الإنسان يصير فيها هرما. والهرم يعبر به عن كل من تجاوز 70. فأنت صاحب 80 وصاعدا، اعلم أنك في الدنيا غريب وأنك في الدنيا فريد وحيد. أي نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الحديث يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فأين أنت؟ إذن أنت تعمل في مدة استثنائية، أنت قد جاوزت المعهود في الناس. المعهود في الناس يموت بين 60 و70 إذا بلغوها. فإذا جاوزت أنت إلى 80 فأنت غريب، أنت فريد، أنت وحيد. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في خبر، قال: ابن 80 أسير الله في الأرض. ابن 80 أسير الله في الأرض. فما حال الأثير؟ فما حال الأسير يا ابن 80؟ الأسير ينتظر يوم فكاكه ويوم خروجه من أسره.
فأنت في هذه الحياة الدنيا أنت في أسر، أي نعم، لأنك غريب بين الناس. ألا ترى أنك كلما سألت أين صاحبي فلان يكون الجواب ماذا؟ مات. أين رفيقي فلان؟ مات. وصرت أنت في الدنيا من القليل في الناس، فمات الرفقاء والقرناء وجلست أنت في الدنيا وحدك. وربما ماتت النساء، ماتت الزوجة، ولو بقيت فلا رغبة في النساء. ثم كذلك انظر إلى حالك، وقد قل طعامك وقل شرابك، وصارت الدنيا لا طعم لها ولا رائحة، أكلك وشربك قليل وربما محدد معين لا تتجاوزه، بل لا تقدر أنت أصلا على أن تتجاوز. كثرت الأوجاع والآلام والمرض، وربما أرقدت في الفراش، وربما تململ منك من حولك وتمنوا موتك، كما قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ولذلك يا ابن الثمانين، هذا العمر أنت فيه في الدنيا غريب، أنت فيه في الدنيا وحيد، أنت في أسر، أنت مأسور في الدنيا، حبيس تنتظر فكاكك، والفكاك هو لقاء الله. ولذلك لو نظرت إلى كل أسباب الدنيا لوجدتها لا طعم لها ولا رائحة، فليس لك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس لك عمل إلا التأهب للرحيل والاستعداد للرحيل. أنت في أي لحظة ينادي عليك ملك الموت، هلم إلى لقاء الله عز وجل. ولذلك عليك أن تستعد لذلك في كل لحظة. واعلم يا ابن الثمانين وصاعدا أن العمر إما نعمة وإما نقمة، أي نعم، قد يكون عمرك الطويل نعمة، وقد يكون عمرك الطويل نقمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قيل: وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. ولذلك أحسن، أحسن في ختام ساعاتك الأخيرة. هذه مواسم أعمارنا عباد الله، هذه الدنيا، هذه أعمارنا القصيرة التي يجب علينا أن نغتنمها لنلقى الله عز وجل على عمل صالح، مع التنبيه أنه قلما في الأمة من يدرك هذه المواسم الخمس. فمن الناس من يموت في الصغر، ومن الناس من يموت في الشباب، ومن الناس من يموت في الكهولة، ومن الناس من يموت في الشيخوخة، وقل من يبلغ الهرمية. ولذلك أحسن لكي يكون ما بقي لك من عمرك حسن. لقي الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى رجلا في الطريق يمشي يضحك ملء فيه، فأوقفه الفضيل وقال: يا هذا، كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: يا لله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تبلغه. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: تدري ما إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: إذا علمت أنك ملك لله، وعلمت أنك لله راجع، ما انتش قاعد في الدنيا، انت ملك لله وراجع إلى الله، فاعلم أنك موقوف. وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول
وإذا علمت أنك مسؤول فهل أعددت للسؤال إجابة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.